اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ومعانا فقره جديده شويه، يمكن جديده في الوطن العربي كله. بنتكلم على شيف الصيادله، وقد ايه ان الصيدلي كمان ممكن يقول لحضرتك ازاي تعمل تركيبات بسيطه جدا في البيت وتفيدك جدا جدا. معانا مؤسس رابطه العربيه لصيادله التركيبات، دكتور محمد عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، منورنا دكتور. الله ينور عليك. ومعانا طبعا الدكتور وسام شعيب، وهو صيدلي تركيبات. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور وسام. فرصه سعيده يا فندم. انا اسعد يا دكتور. طبعا اسمحوا لي دكتور محمد، يعني ايه كومباوندنج فارماسي ويعني ايه صيدلي تركيبات؟ انا اخر حاجه سمعتها والناس سمعوا الدواء فيه سم قاتل، الدواء فيه سم قاتل، وخلصت على كده. هي اصل مهنه الصيدله هي تركيب الدواء. تمام. واستحدثت الصناعات الدوائية لتغطية الحاجة الدوائية للإنسان بصفة عامة في المجتمع، ولكن يبقى هناك بعض الأدوية التي لا يمكن للمصانع أن تصنعها لسببين. أولا الصلاحية، في دواء صلاحيته شهر أو صلاحيته شهرين أو ثلاثة، استحالة المصنع يشغل الباتش كامل لهذا السبب. في دواء بينقص في السوق، أبسط مثال عندنا الصوديوم بيكربونيت كبسول اللي بيستخدمها مرضى الفشل الكلوي. مفيش مصنع بيعمله، ما بيستوردش، فلا بد للصيدلي ان يحضره. يعني حضرتك مش منافس لصناعه او مصنع ابدا، انت مكمل لهذه الصناعه، مكمل بعض بحل مشاكل المجتمع. اوكي. مثلا زي الجل بتاع التعقيم اللي احتجناه في الفتره الاخيره، المصانع ما غطتش، الصيدلي بيتدخل في هذه الحاله لحل مشكله مجتمع كحل اسعافي. المستشفيات البادجت بتاعها ممكن يوفر منه ملايين بالتركيبات. ابسط شيء المنظفات بتاعه المستشفيات، الديتول، المطهرات، المعقمات، كل ده ممكن صيدلي التركيبات في المستشفى يعمله ويوفر اموال طائله ممكن يشترى بها هذا الدواء جاهز او هذه المنظفات. كذلك في ادويه لا تتوفر في هيئه شراب، في اشياء معينه الطبيب بيوصفها بتبقى كسر، يعني مثلا الكابتوبريل مثلا عندنا 25 ملي جرام، هنقدر نقسم القرص نصين بقى 12.5، بقى قسمناه 4، يعني امثله كثيره، بقى 6.25 1 ملي جرام كابتوبريل. ده يبقى عندك اللي بيسموها الفلكسبيتي والمرونه. بالزبط. اللي انت تعمل ده شرط. العلم طبعا، الاطلاع، ايوه، والشغل الجيد. تمام. كواليتي والتفتيش عليها بشكل طبعا لابد يكون في وده اللي موجود. طيب دكتور سام، ايه اللي عندنا النهارده نقدر نقدمه للناس المشاهدين، يعني المجموعه، يعني ايه النهارده اللي موجود؟ الحقيقه يعني الصيدلي عنده حلول لحاجات كتيره جدا في ظل الازمه اللي احنا عانينا منها الفتره اللي فاتت، وهي ازمه كوفيد 19 طبعا، ازداد الطلب جدا على المنظفات، صابون، غسيل الايد، اللي كان بيغسل ايده مرتين في اليوم النهارده بيغسلها 20 مره و30 مره، بعد ما تسلم على حد بتغسل ايدك، بعد ما بتعمل اي حاجه بتضطر تغسل ايدك. فطبعا الموضوع اولا مكلف جدا، ثانيا المنظفات انتشرت بشكل كتير جدا، منها الخامات مش كويسه، منها اللي ممكن يكون فيه محطوط فيه ماده حافظه زي الفورمالين، ودي ماده توكسيك جدا وممكن تبقى تسبب مشاكل كبيره جدا. فالفكره هنا ان احنا ممكن ليه احنا ممكن يعني نحضر المستحضر البسيط السامبل ده في البيت. فدي فكره من الافكار اللي قول لنا بقى ايه المواد اللي مع حضرتك وازاي انا في البيت اقدر اعملها. المواد بسيطه جدا، صابون السائل او صابون الايدي ده عباره عن ماده اسمها تكسابون، دي موجوده في اي محل كيماويات اللي موجودين مثلا في القاهره في الجامع الاحمر، او موجودين في اسكندريه في العطارين. اسمها تكسابون. تكسابون، تكسابون ده اسم دارج جدا. تكسابون. تمام. تمام. دي المادة دي احنا بندوبها في الميه، بتدوب في الميه العاديه بالظبط كده، بتدوب في الميه العاديه بتاعتها الحنفيه. اوكي. تمام. وبنضيف عليها الجليسرين. جليسرين ده عادي جدا. الجليسرين غالبا ما بيتضافش في الحاجات السوقيه المنتشره طبعا، غير الماركات اللي طبعا محترمه وليها سمعه كبيره. تمام. بيضاف الجليسرين كمرطب للايد عشان من كتر غسيل الايد ممكن الايد يحصل فيها جفاف، ممكن كميه المايه اللي تتبخر. تمام. بنضيف بعد كده ماده معززه للرغوه علشان الرغوه بتاعه المنظف تزيد وكفاءته تزيد، الماده دي اسمها كامبرلان. كامبرلان. هي اسمها العلمي طبعا كوكامايد دايثانولامين، لكن خلينا نبسط، طويل وصعب، فهي اسمها كامبرلان. يعني كامبرلان موجوده في محلات الكيماويات، هنلاقيها باسم كامبرلان. تمام. بيضافوا بنسب محددة، يعني احنا ممكن نقول برضو النسب لو الناس عايزة تكتبها. احنا بنحط التكسابون بنسبة بلاش نسب، نقول كمية، احنا حضر لتر النهاردة، لتر منظف. هنحط التكسابون ب 150 جرام 150 جرام 150 جرام، هنحط عليه الجليسرين 50 جرام. بعد ما بتدوب التكسابون طبعا في كمية مية مناسبة، بنضيف الجليسرين. يبقى التكسابون بيتدوب في مية وبعد كده نضيف الجليسرين، بياخد ساعة تقريبا او ساعة الا ربع في الدوبان، وبعدين بنضيف عليه الجليسرين. اوكي اوكي.
وبنقلب طبعا طبيعي بيختلط تماما بدون اي مشاكل خالص. تمام تمام. بعدين بنحط ماده الكامبرلان. الكامبرلان قد ايه؟ برضه بنحط 50 جرام. 5% يعني 50 جرام. 50 جرام 5% احنا بنحضر لتر يبقى 50 جرام. تمام. بنضيفها وبندوبها بتختلط تماما برضه بدون اي مشاكل خالص وبدون اي رواسب. كويس. حصل اي رواسب، حصل اي مشكله، يبقى احنا الماده الخام اللي احنا اشتريناها فيها مشكله. حلو جدا. مش سليمه. يبقى ما ينفعش اشتري منه تاني. بالظبط كده. بالظبط كده. اه يعني وندوب. بالظبط. وندوب تدويب عادي جدا خالص. اوكي. نبتدي نحط الـ 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 العطر بتاعنا. نختار مثلا عايز الريحه بقى اللي انت عايزها. ممكن عطر، احنا اخترنا هنا عطر الليمون. اوكي. اوكي. تمام. نحط منه نسبه يعني قطرتين ثلاثه يدينا بيبقى بسيط جدا. بالظبط كده. تمام. ونقلب برضو. اوكي. ونقلب برضو. تقليب برضو، تقليب بسيط علشان ما يعملش رغاوي كتير. تمام. اوكي. ممكن نضيف لو احنا عايزين نديله لون كده يناسب العطر اللي احنا حاطينه. ممكن ده انت بقى براحتك. يعني انت كده بتدلع. انا احط نقطه مثلا جرين تركيبه. اوكي. تمام. بيبقى برضو الشكل ظريف جدا يعني. وده بقى السوب. ده بقى اللي هو بيسموه الصابون السائل، صح يا دكتور محمد؟ نعم. ولكن هناك اختلاف بسيط جدا. الانواع التجاريه الرديئه نسبه التكسابون فيها بتكون من 3 لـ 5%. اوكي. احنا حاطين هنا 15%. الكامبرلان او معزز الرغوه بيبقى نسبه 1 أو 2%، احنا هنا حاطين 5%. تمام. ده بيصل بالمنتج بتاعي للمواصفات القياسيه للمنتج. أوكي. عالميا ومصريا. هاي يعني اللتر ده يكلفنا كام يا دكتور محمد كده؟ يعني يعني ممكن طوصل. يتكلف في حدود اللتر ده بيتباع في السوق تقريبا متوسط الاسعار ب 70 او ب 80 جنيه. تمام. احنا ممكن يكلفنا في حدود 25 او 30 جنيه بكتير. يعني احنا وفرنا اكتر من 60-65% يعني وعملنا منتج جيد. بالظبط. يعني حتى الكونسنتريشن او التركيز، الماده الحافظه ما حطيناش فورمالين. لا، حطينا ماده حافظه مناسبه الاستعمال الادمي. تمام. يعني يبقى حطينا لون وحطينا ريحه. طبعا. تمام. الماده الحافظه احنا ما حطيناش فورمالين. معلش عشان الكاميرا. احنا ما حطيناش فورمالين خالص هنا. نفس المكان عشان الكاميرا معلش تبان برضه. تمام. لان اللون جميل اللون. لون. والريحه انا شامم ريحه من هنا. طبعا طبعا. اوكي. احنا بنحط ماده حافظه. ماده حافظه غير الفورمالين. تمام. تمام. بنسبه 1% بنحط جرام او 2 جرام. ده الفورمالين ليه بقى؟ الفورمالين ماده توكسيك وليه اضرار كتير جدا على الجهاز التنفسي وليه اضرار على الجلد وفي ابحاث. ده بيحطوا هم فورمالين. حط فورمالين في بعض المنتجات، مش بعض كلها المنتجات طبعا كلها، لكن طبعاً. في المنتجات الرديئه بتحط فورمالين. والحاجه الاخيره ان علشان طبعا يتغاضوا عن الـ 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 الغش في نسبه التكسابون اللي هي بيحطها بنسبه 5%، مش هيدي لزوجه معاه، يبتدي يحط مواد لزجه زي الجيلاتينيه زي الكربوكسي ميثيل سيلولوز زي السيليكون زي علشان يدي معاه. طيب دكتور وسام، الايه بقى الحاجه الوحيده الاخيره؟ احنا بنحط الملح تقريبا بنسبه 2%، هنحط تقريبا في حدود 15 أو 20. ليه الملح بقى؟ ده الملح العادي طبعا هيدينا لزوجه، هيدينا لزوجه عشان نقدر نتحكم في الصابون. الصابون بعد ما يتحضر بيبقى سايل زي الميه. صح. هيدي مفعول وهيرغي، لكن مش شرط تتحكم فيه، هيسقط من ايدك وانت بتحط. فاحنا بنزود اللزوجه شويه بالملح. تمام. علشان تقدر تتحكم، تصب كميه معينه في ايدك. بدا فعلا اللزوجه بدا يتقل جدا. تمام يا دكتور. طيب اسمح لي، يبقى توكسابون صح كده؟ ايه تاني؟ توكسابون، جليسرين. جليسرين، كامبرلان. كامبرلان ماده حافظه. ماده حافظه. عطر. وعطر. لون. لون. ملح. اوكي. بس تمام يا ريس. رساله اخيره من صيدلي التركيبات ورائد من رواد الصيدله التركيبات في الوطن العربي، قول لنا عن ايه بالظبط؟ عن التركيبات وصيدلات واهميه صيدله التركيبات. التركيبات في منتهى الاهميه صيدلانية. وهي انواع كثيره تنقسم الى 5 أو 6 أقسام. هناك التركيبات الجلدية أو السطحية. في تركيبات الفموية للأطفال اللي ما بيعرفوش يبلعوا، المرضى المنومين في المستشفيات. في التركيبات الوريدية أو المعقمة بتستخدم ومهم جدا تركيبها ولابد أن يحيط بها الصيدلي علم. في التركيبات العشبية. في التركيبات التشخيصية زي الباريميل بتاعت الأشعة. لو المادة دي ما وجدتش أو نقص الدواء في السوق، يجب على الصيدلي أنه هو يسد هذه الثغرة. تمام. والمجال واسع جدا لا ده احنا هنتكلم كتير عن صيدلات التركيبات. صيدلات التركيبات مهمه جدا وهو مجال مهم جدا على فكره لمنع كمان تسريب من العملات الصعبه بره. احنا ليه بنستورد حاجات زي ما حضرتك بتقول؟ بالزبط. احنا ممكن نصنعها. اشكرك. بالزبط. شكرا جزيلا دكتور محمد. عفوا. هو لقاء كان جميل وكان سريع. على وعد اللقاء ان شاء الله باذن الله مرات كثيره. شكرا دكتور محمد عبد الرحمن. اشكرك دكتور وسام شعيب. شكرا على الشغل الجامد ده. شكرا. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم. طبعا احنا النهارده كان معانا رائد من رواد صيدلة التركيبات في الوطن العربي الدكتور محمد رحمن.
وطبعا الدكتور وسام شعيب من صيادله التركيبات. وزي ما احنا شفنا احنا حضرنا الصابون السائل اللي ممكن احنا كتير بنشتريه وما بقاش فيه الماده الفعاله قد ما احنا عايزين، ممكن نستخدمه وممكن نشتغل فيه في البيت بشكل بسيط جدا ونعمله. شكرا جزيلا دكتور محمد. عفوا. شكرا جزيلا دكتور وسام. شكرا دكتور، اهلا.